أعتقد إن معجزة إقامة ابن أرملتي نايين بتلمسنا كلنا وتخصنا كلنا بصورة أو بأخرى. ربما الواحد مش واخد باله، لكن الحقيقة زي ما تشوف النهاردة في كلمات النعمة إنه المعجزة دي تخصني أنا وتخصك أنت وتخصك أنت، تخص كل واحد فينا الحقيقة. السؤال العجيب إنه في وقت إقامة ابن أرملة نايين أكيد كان في ناس ماتت في نفس الوقت ولكن ما قاموش، يعني هو تفتكره يعني في العالم كله ما كانش فيه حالة وفاة غير في نايين؟ أكيد زي ما نايين كان فيها حالة وفاة أكيد في أماكن تانية في نفس الوقت في حالة وفاة، بل قبل كده نايين نفسها كان فيها حالات وفاة كتيرة وبعد كده كان فيه حالات وفاة كتيرة. اشمعنى الراجل ده اللي يقوم من الموت، الشاب ده؟ الإجابة واضحة وبسيطة، حضور الرب يسوع، حضور الرب يسوع. لأنه اللي حصل إن هم شايلينه وماشيين عشان يدفنوه، وهم ماشيين بموكب الموت، ولكن في موكب تاني كان جاي يتقابل مع هذا الموكب، هو موكب الحياة ورئيس الحياة هو في هذا الموكب. فالشخص شايلينه بالموت بتاعه عشان يدفنوه، والرب يسوع جاي وفيه ملء اللاهوت والآب حل فيه وفيه قوة الحياة، فاقتربت الحياة من الموت فهرب الموت. قالك بالظبط كده، الموت والحياة يمكن الواحد مش قادر يلمسهم قوي، كانوا عاملين زي النور والضلمة، زي النور والضلمة، حتة ضلمة دخل مصباح نور أو نور النور، اللي هيحصل إيه؟ الضلمة تروح، هتتغلب على طول، والنور أضاء في الظلمة، الظلمة لم تدركه، وفيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. فالرب يسوع لما اقترب من هذا الشخص اقترب منه بقوة الحياة الإلهية اللي هو مملوء بيها، فهرب منه الموت وكانت هذه القيامة. ده يقودنا للتأمل في حاجة كتيرة. الحاجة الأولى أن الله هو مصدر الحياة، زي ما بيقول النهاردة في رسالة بولس لتيموثاوس، قال له أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل ويسوع المسيح. أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل ويسوع المسيح. الله يحيي الكل. احنا بسبب الانشغال اللي احنا فيه، او تقدر تقولوا التوهان اللي احنا فيه، مش واخدين بالنا يعني الله يحيي الكل. الله يحيي الكل يعني يعطي حياة للكل، يعطي حياة للكل. ما فهمهاش بس الله يحيي الكل يعني لازم الواحد يموت وربنا يقومه، يبقى عشان كده اقول الله يحيي الكل. لا، الله يحيي الكل، وانت من ضمن الكل، وانت من ضمن الكل. عايز اقول لك، هل انت واخد بالك
ان الله هو اللي بيحييك، هو اللي اعطيك الحياه دلوقتي. هل انت واخده بالك ان الله هو اللي بيحييك؟ لما خلق ادم نفخ فيه نسمه حياه، والعجيبه ان نسمه الحياه ما زالت موجوده، وكل بني ادم عايشين بهذه نسمه الحياه. انت عايش بنسمه هذه الحياه، وانت عايش بنسمه هذه الحياه. النفس اللي احنا بنتنفسه هو من الله. النفس اللي احنا بنتنفسه هو من الله. الهواء اللي حوالينا هو من الله. امكانيه الحياه اللي فينا هي من الله. روح الحياة اللي فينا هي من الله. احنا سواعي نبقى عاملين زي السمكة العبيطة. هو في سمكة عبيطة؟ ممكن يكون في سمكة عبيطة. ايه السمكة العبيطة دي؟ لانها مش موجودة يعني. السمكة العبيطة عمالة تسبح في المحيط، ولما بتسبح في المحيط بطنها مليانة مية، مش كده ولا ايه؟ ها؟ لكن السمكة العميقة العبيطة دي لأنها مش موجودة وهي جوه المية بتدور على المية عشان تشرب، ده يحصل؟ ده يحصل؟ ما يحصلش. لكن بيحصل معنا احنا ان احنا عايشين في الله، واحنا احياء في قوة الله المحية، ونحن نتنفس بنسمة الله، وروح الله ساكن فينا. وبعدين عامل زي السمكة العبيطة اللي مش موجودة، اقول انا عايز اشوف ربنا، وعايز لا هو فين ربنا، وربنا بعيد، وربنا مش موجود. الشعور بالحضور أو بالوجود في حضرة الله ده السمة المميزة لكل قديس الكنيسة، إن كل واحد عايش والله مش بعيد عنه، لكن الله فيه والله حوله والله يعطيه الحياة. الذي به نحيا ونوجد نتحرك. انا بكلمك ازاي دلوقتي؟ لان الله فيا بقوه الحياه اللي فيا بتديني هذه الامكانيه ان انا اقدر اتكلم. انا واقف ازاي دلوقتي؟ لان الله فيا بروح الحياه بتاعته اعطيني قوه ان انا اقف. انا شايفكم ازاي دلوقتي؟ لأن الله فيا بروح الحياة اللي فيا أعطيني قدرة إن أنا أشوف. لو روح الحياة ده انسحب من الإنسان هيبقى زي الميت ابن أرملة نائين، هيضيع منه كل حاجة. الله الذي يحيي الكل، ما أنتش محتاج ان لازم يبقى في معجزه خاصه تحصل لك دلوقتي عشان تصدق ان الله موجود وان الله حاضر. وجودك نفسك، وجودك النهارده في الكنيسه ده اعظم دليل ان الله حي والله حاضر بحياته فيك وحاضر بحياته فيكي. اما احنا جايين نعمل ايه في الكنيسه؟ احنا جايين لاعلان اعمق واعلان اقوى وممجد اكثر عن حضور الله. ما هو الله كان في الكون كله وما زال في الكون كله. الله كان في نايين لما الرجل ده مات، لكن اللي حصل في المعجزه ان الله اعلن عن حضوره بصوره اعظم في شخص ربنا يسوع المسيح. فاحنا جايين لاستعلان
وإعلان أعظم عن حضور الله وعن وجودنا في حضرة الله، لأن هو جاي، هو موجود ومالئ كل، ولكن هو جاي لينا في شخص ربنا يسوع المسيح بإعلان أعمق وإعلان أعظم بحضوره بجسده ودمه، عشان يثبت فيا وأنا أثبت فيه. الله مصدر الحياة، الله مصدر الحياة. أنا عايزك تنشغل النهاردة في القداس، تنشغل في القداس بالحكاية دي. الله مصدر الحياة. قل يا رب لما اتكلم اتكلم انت عشان يبقى كلامك. قل يا رب لما اشوف، شوف انت فيا وشوف انت من خلالي عشان اشوف بعينيك. قل له انا عايز المس بايديك، قل له انا عايز اتحرك برجليك، قل له انا عايز اسمع بودانك، عايز اشوف بعينيك، عايزك انت اللي حي ومعلن ومستعلن فيا بكل قوه. انا ما انا لكن المسيح يحيى فيا. قل له انا عايز حياتك تبقى واضحه فيا، انت حي فيا، لكن عايز اعلان اعظم، عايز ربي اختفي انا وانت اللي تظهر، اموت انا وانت اللي تحيا. الحياه التي احياها الان هي في المسيح يسوع، احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. الله هو مصدر الحياه، والله هو مصدر الحياه دي بقى تطبقها على كل حاجه انت شايفها ومش شايفها. ياما بنعدي على الخريف ونشوف الشجر بيموت والورق بيقع، ونيجي للربيع والشجر يصحى والورق يطلع والشجر يبقى شكله جميل ومناخدش بالنا. الله مصدر الحياة في هذه الخليقة، ازاي انه اعطى لهذه الاشجار قوة حياة بعد الموت؟ ازاي معجزة اقامة ابن ارملة نايين تشوفها في كل شجرة، في كل شجرة. بص على الشجرة في الخريف وبص عليها في الربيع، تقول له اهو اللي قوم ابن ارملة نايين هو اللي عمل الحكاية دي. احنا ضاع مننا في الزحمة والتوهان، ضاع مننا التمتع برؤية عمل الله في الخليقة، لأن عقلنا انشغل بحكمة العالم بأمور العالم، فضاع مننا الإحساس الطفولي اللي يفرح بالشجرة، اللي يفرح بالوردة، اللي يفرح بالثمرة ويحس فيها حضور الله. بص على طيور السماء، الرب يسوع بيقول تأملوا طيور السماء، تأملوا طيور السماء. احنا فاضيين يا رب؟ ده احنا ورانا شغل ورانا مرجش ورانا مسؤوليات ورانا ديون. قال يا ابني يا حبيبي انا عايزك ترجع زي الطفل، سيب عليك المشغوليات دي وخليك زي الطفل الصغير لما يشوف العصفورة طايرة في السماء يبقى فرحان. حدش منكم حس بالحكاية دي مع ابنه أو مع حفيده؟ لما يكون حفيده بيعيط ولا حاجة، حصلت معايا كم مرة، شيل كده على كتفي واطلع كده ايه، افتح الباب واقول شوف البرد، شوف البرد، وهو يبقى فرحان. بيردز 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 بيردز، فرحان ان في برد. فين فرحتنا احنا بدية؟ لان احنا رحنا في متاهة ورحنا في مشغولية عن شعورنا بعمل الله وبحضور الله وبحياة الله. كل عصفورة صغيرة فيها حياة الله، فيها قوة حياة من الله،
كل عصفور طاير في السماء يفرح قلبك ويخليك تعظم ربنا وتمجد ربنا على الحياة اللي فيها. مش بس معجزة إقامة ابن أرملة نايين، معجزة إن في عصفور طاير في السماء. تأملوا طيور السماء، لا تزرع ولا تحصد، وأبوكم السماوي يقودها. أترى العصافير دي ليها علاقة خاصة مع الله الآب السماوي، أعطيها حياة ويهتم بيها. عصفور عصفور صغير يهتم بيه. إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. كتير قوي نسأل يعني إيه أبقى طفل؟ أقول لك دي يعني حاجات كتيرة، من ضمنها خليك زي الولد حفيد الرضيع ده، إنه يبقى فرحان بخليقة الله، فرحان بحياة الله في مثل هذه الطيور ومثل هذه العصافير. أي حاجة بتجري على الأرض، أي حاجة فيها نفس، حيوانات، طيور. رحتش قبل كده جنينة الحيوانات؟ احنا بنروح جنينة الحيوانات وناخد العيال ونقول عشان العيال ينبسطوا، وشوف الزرافة حبيبي وشوف الفيل يا حبيبي، والولد فرحان قوي بالزرافة وبالفيل. طب انا مش فرحان ليه؟ انا ابوه وانا جده، ليه منظر الزرافة ده مش بيفرحني؟ بيفرح ابني، بيفرح حفيدي، ليه مش بيفرحني انا؟ أن ضاع مني إحساس الطفولة اللي يفرح بحياة الله في هذه الخليقة. من أسبوعين كنت واقف برا المبنى الجديد وهم بيصبوا السايد ووك، وبعدين عدى واحد بصيت لقيته جاي وبيعمل لي كده، فطبعا فهمت إن ده هندوسي يعني. ماما جه واتكلمت معاه، اكد لي حاجه انا كنت عارفها بس اتاكدت منها، انه للاسف ان الهنود عندهم تقديس للحياه، تقديس للحياه، لانهم عارفين الحياه دي مصدرها الله، وان كان هم مش بيقولوا كلمه الله، لكن عارفين ان الحياه دي مصدرها الخالق الاعظم، عندهم تقديس هذا الحياه. ولكن شوفوا مجتمعنا اليوم عندوش اي احساس بالحياة. ممكن قوي واحد بجن يدخل يروح قتله 20-30 واحد في لحظة واحدة. ممكن قوي زي ما حصل في تشريعات امريكا، ملايين من الاطفال بيتقتلوا قبل ما يتولدوا، او يتقتلوا لحظة ولادتهم بالاجهاض. فين تقديس الحياة؟ ما عندناش وعي بحضور الله، ما عندناش وعي بقوة الحياة وتقديس الحياة اللي في كل حتى unborn baby، كل طفل ما اتولدش فيه الحياة الإلهية وفيه نسمة روح الله. كل الخليقة فيها نسمة روح الله. فجاء الرب يسوع رئيس الحياة بقوة الحياة الإلهية، اقترب من هذا الشاب، قال له أيها الشاب لك أقول قم، فجلس الميت وابتدى يتكلم فدفعه إلى أمه. ده من ناحية الحياة، من مفهومها البيولوجي او الفيزيائي يعني او الطبيعي. الحياة اللي احنا عارفينها الحياة الجسدية او الحياة للمادة. لكن انا عايز اسألكوا، عايز واحد فيكم ذكي او واحدة ذكية، كلكم اذكياء طبعا، لكن حد يبقى مصحصح شوية. هو كان في كم واحد ميت في الوقت ده في الموكب ده؟ كان في كم واحد ميت؟ ها؟ ده مين بيقول كلهم دول؟ ده انت مصحصح خالص. لكن كان في واحدة ميتة
بصورة أخص وبمعنى أخص الأم. لأن احنا بناخد بالنا ان معجزة إقامة ابن أرملة نايين هو إقامة الواد ده من موت الجسد، لا مش كده بس، دي الأم نفسها كانت ميتة، ميتة نفسيا، لأنه بيقول لك إيه؟ بيقول لك واحد محمول قد مات. وبعدين الكتاب بيأكد قديس لوقا عشان يوري لك قوة المعجزة ومرارة الموقف، قال لك وهو ابن وحيد لأمه وكانت أرملة، يعني مش بس ابن وحيد لأمه ومعها جوزها، ده ابن وحيد لأمه وهذه الأم أرملة، يعني هذه الأم ترملت وضاقت حزن فراق زوجها، ودلوقتي بتذوق حزن فراق أمها، فكانت ميتة، كانت ميتة في نفسها. حنا أم صموئيل لما رآها عالي الكاهن كانت بتبكي بمرارة، تبكي بمرارة لدرجة فقر إن هي سكرة، أنت سكرانة يعني ولا إيه؟ قلت له أنا امرأة مرة النفس أو محزونة الروح، محزونة الروح. طب يعني بأمانة كده مفيش واحد من جواك كده نوع من الحزن والأسى؟ مفيش حد جواك عنده حزن وأسى؟ مفيش حد عنده مرارة؟ يا رب يكون كلكم فرحانين يا رب. لكن أنا متأكد إن مواقف الحزن ومواقف المرارة كثيرة جدا، لأننا في عالم غير كامل وعالم مليء بالأوجاع، فالمرارة تملأ قلب البشرية والأحزان تملأ قلب البشرية. ولما بقول قلب البشرية مش بتكلم على الناس برا، أنا بقول عليك أنت وعليك أنت. مين فينا مش جواه هذا الموت النفسي لسبب أو لآخر، بنسبة صغيرة أو بنسبة كبيرة؟ مين مش حاسس بالأسى؟ مين مش حاسس باليأس؟ مين مش حاسس إنه نفسه بائسة؟ هؤلاء النهاردة بيجيلهم الرب يسوع رئيس الحياة، وعوض النوح يلبسه ثياب الفرح مثل العريس الخارج من خدره. الله النهاردة في الكنيسة بيقول أنا جيت في موكب ابن أرملة نايين مش بس عشان أقوم الولد، أنا جيت عشان أفرح الأم، أنا جيت عشان أفرح الأم. وهو جاي الكنيسة النهاردة، وقبل ما حضرتك تيجي بآلاف السنين بل قبل إنشاء العالم كان رتب إن هو يقدم ذاته ذبيحة ويقدم لك جسده ودمه، يقول لك قبل ما أنت تيجي أنا مجهز لك نفسي على المذبح عشان تاخدني عشان تفرح. حزين متأثر، حزينة متأثرة عشان ولادك أو ولادك، عشان زوجك، عشان زوجتك، عشان مشاكل قرايب، عشان مشاكل شغل، عشان أوجاع أمراض، عشان إحباطات، علشان خيانة، علشان علشان علشان. رئيس الحياة النهاردة في الكنيسة الله الذي يحيي كل، جاي عشان يفرح كل نفس. بس المهم انك تؤمن بحضوره، تؤمن بحضوره، تؤمن ان هو النهاردة هنا. فده مستوى تاني من الحياة، الحياة الفرح الذي يسمن العظام. يقول الخبر الطيب
يسمن العظام. البهجة رد إلي يا رب، بنقول إيه؟ ها في المزمور رد إلي إيه؟ بهجة خلاصك، بهجة خلاصك. أنت المخلص، أنت اللي ترد لي بهجة خلاصك. والمستوى الثالث من الحياة هو الحياة الأبدية. أنا عجبني الرد اللي قاله الأخ لما بيقول إن كل الناس كانت ميتة. فعلا، لأنه بعيد عن الإيمان بالله في المسيح يسوع ده موت، ولكن الذي يؤمن به له حياة أبدية، له حياة أبدية. كتير احنا بنبص لها على انه له حياة أبدية، يعني لما اموت ان شاء الله كده بعد عمر طويل، يعني احسن تصوني تزعل، لما اموت كده ربنا يقومني ودينا حياة أبدية، ادينا حياة أبدية. لا، هي مش كده، ده تحصيل حاصل اللي هيحصل بعد القيامة او عندما جاء ربنا يسوع المسيح. لكن الحياة الأبدية من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد، مش كده؟ الذي يؤمن به له حياة أبدية، مش كده؟ الحياة الأبدية معناها حياة الله نفسه فيا، أو إحنا بنقولها بتعبيرات كتيرة، ممكن سواء نقول ملكوت الله في الإنسان. ملكوت الله، ملكوت الله يعني ملك الله في الإنسان، ملك الله في الإنسان، حياة الله نفسه في الإنسان، حياة الله نفسه في الإنسان. لما بتصلوا أبانا الذي، بتقولوا إيه؟ أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. تعرف اللحظة دي معناها إيه؟ معناها إن أنا بطلب استحضار ملكوت الله اللي في السماء يبقى على الأرض وفي وفيك وفيكي. الإنسان المسيح الحقيقي قوة هائلة وإمكانيات غير محدودة، لأن الله نفسه يسكن فيه. ألستم تعلمون أنكم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ فيك إمكانيات الله، فيك قدرات الله. ده بيقول لك إنك ممكن تنقل الجبل، ممكن تنقل الجبل. ده بيقول لك إنك ممكن تشيل شجر وتغرسه في حتة تانية لو كان عندك الإيمان، بتصلي بإيمان، لو كان عندك هذه القوة الإلهية حاضرة فيك. ده لما بعت تلاميذه قال لهم روحوا أقيموا موتى واشفوا مرضى، أقيموا موتى واشفوا مرضى، بقى أنا يا رب تلميذك قادر أقوم ميت وخفف عيان؟ قال ما هو يا حبيبي هو ده ملكوت الله. قال واكرزوا قولوا قد اقترب منكم ملكوت الله، ملكوت الله داخلكم. الموضوع كله عايز ألخصه لك أحسن تكون تهت وتكون تهت مني دلوقتي بالكلام الطويل ده، عايز ألخصه في كلمتين بساط. الموضوع عايز منك إن وعيك أو فكرك يبقى متركز في وجودك في حضرة الله، ووجود الله فيك، وجود الله فيك. أنا عايزك زي السمكة، ما فيش سمكة عبيطة أنا قلت عليها، كل سمكة، كل سمك ناصح بيسبح في المية
والمية بتسبح فيه زي ما قلت لكم قبل كده. السمكة في المحيط، ولكن المحيط في ايه؟ في السمكة، مش كده؟ انا عايز بس روق دماغك شوية، روق دماغك شوية. يعني يا رب حتى الساعة اللي انا قاعدة في الكنيسة يبقى دماغي رايحة بعيد وعمال افكر في شرق وغرب، وناس ان انا افكر في حضورك، وناس ان انا اطلب ملكوتك جوايا. ده معقول؟ ده معقول؟ عايزك لما تقول له لأت ملكوتك قل له أنا هو يا رب، أنا هو، تعال يا رب ملكوتك جوه، أملك يا سيدي، أملك على قلبي، أملك على فكري، أملك على مشاعري، اديني عينيك، اديني ايديك، اديني حواسك، اديني أذنيك، اديني روحك، اعمل فيا، ولتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. عشان كده أكيد من ضمن الناس اللي قاموا في اللحظة دي مش الولد وأمه بس، كل من آمن بالرب يسوع وشعر بحضور الله أخذ حياة أبدية، صح؟ عشان كده قلت لك بنعمة ربنا في البداية، قلت لك الموضوع يخصني ويخصكم انتوا، يخص كل واحد فيكم بمستوى او اخر، بنوع او اخر، ان احنا محتاجين هذه الحياة الالهية تكون فينا. انا عايزك وانت بتصلي النهاردة، وانت بتصلي النهاردة قول له يا رب انا عايش في الموت، انا عايز اقوم النهاردة، تعال بحضورك، حسسني بحضورك، افتح عيني قلبي عشان اشوف حضورك يا رب النهارده في الكنيسة وفي الأسرار المقدسة. افتح قلبي وتعال حل في قلبي، حسسني بحضورك في داخلي. اعترى الجميع خوف، يقول لك جلس الميت وابتدى يتكلم فدفعه إلى أمه. طبعاً انتش محتاجين أن أنا أوصف لكم الفرحة اللي حصلت للأم، ومش محتاجين أن أنا أوصف لكم الدهشة اللي ملت قلوب الناس، قالوا قد قام فينا النبي وقد افتقد الله شعبه. حسوا قد ايه افتقاد الله ونعمة الله وحضور الله في شخص ربنا يسوع المسيح. دي الخبرة اللي ربنا عايز يديها لنا النهاردة في هذا القداس الإلهي، خبرة الوجود في حضرة الله ووجود الله فينا عشان ننال منه هذه الحياة الأبدية. يتمجد الله له كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد.